مايكروسوفت وورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في قناة ICT. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. إن شاء الله النهاردة هنكمل آخر جزء في الانسيرت، وهو الانسيرت للسكرين شوت. طيب تعالوا كده نضغط على الانسيرت هنا، انسيرت اهو السكرين شوت. السكرين شوت ده عباره عن ان هو اي برنامج عندي او اي صوره عندي او اي حاجه عندي محتاجه اخد منها سكرين شوت، وبيحولها لي لصوره بتعمل لها انسيرت جوه المايكروسوفت وورد. طيب تعالوا نجرب كده. انا دلوقتي مثلا عايز اخد سكرين شوت من جوجل كروم عندي. طيب هاجي اضغط كده وان كليك هنا واضغط على سكرين كليبنج، واجي هنا عند جوجل كروم ببقى مجهزاه، وابتدي اعمل اضغط ضغطه بسيطه على الماوس كده خلاص، وافضل ايه ماشيه كاني بحدد الجزء اللي انا محتاجه اعمل له سكرين شوت، وايه واشيل الضغطه اللي انا ضغطتها على الماوس لما اخلص تحديد الجزء. اهو بيعمل ايه، عمل ايه، هو حولها لي لصوره جوه المايكروسوفت وورد، واقدر عادي جدا برضو ان انا اجي عند البوزيشن هنا اغير في مكانها، واجيب هنا برضو اكبر الصوره واصغرها زي ما احنا متعودين هنا. وفي برضو مور ذان ستايلز برضو للصوره، ممكن كده مثلا او ممكن كده او زي ما احنا متعلمين في الانسيرت للايه اي صور خدناها قبل كده. وعندنا طبعا هنا طبعا الكوركشنز والكالر والارتستيك افكتس اللي خدناها والبيكتشر بوردر والافكتس واللاي اوت، طبعا جميله جدا برضو، وبرضو بتسهل عليا كتير حتى يعني شوف خلت شكل البروجرام حلو ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتبقى سهله عليكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.